الله اخويا الدنيا سبني وانا نهار واخ الله سلام الله عليك ما بنصح ان شاء الله نعم كم سيماك الصخيب هو اللي نوجه فيه جابت لي واحد هذاك ديال ديك العصمه ما عرفت ليه والو رديتو ليها الله يرضي عليها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الجديدة. مشاهدي قناة شوف تي في، صراحة مستحيل أنك تشوف هذا اللايف وما تبكيش، مستحيل أنك تشوف هذه القصة اللي غادي نتعرفوا عليها وأنها ما تأثرش فيك. هذا واحد السيد الكبير، والكبير هو الله، في العمر ديالو 88 سنة، كيعيش الفقر المدقع، مزوج بواحد سن واحد السيده اللي هي مسنه، واحد السيده اللي هي طريحه الفراش، عندها 75 سنه. هاد السيده مشاهده قناه شوف تي في ما كتشوفش، ما كتسمعش مزيان، ما كتوقفش من رجيلاتها، وكيف ما كنشوفوا هاد السيده هو كيشرح ليا. هاد الناس بطبيعه الحال مشاهده قناه شوف تي في عايشين في هاد البيت. اجي معايا تشوف هاد الناس، شوف هاد الناس كيفاش كانوا عايشين، معلق الصور ديالها، ديال السيده في الفوق، يعني كيف ما كنشوفوا في هاد الغرفه، في هاد البيت، في هاد البلاصه فين عايشين. هاد السيد مشاهد قناه شوف تي في لتذكير انه كان كيلعب مع احدى المؤسسات البنكيه، هو الحارس، هو الجول، هو اللي كاين الوسط، ياك انت هو اللي كاين الوسط، هو اللي كاين الوسط، يعني كان كيمثل واحد المؤسسه بنكيه اللي هي معروفه. هنا كيف ما كنشوفوا هاد السيد اللي ما بغاش وما بغاش يفرط في الزوجه ديالو، ما بغاش، وكيف ما كنشوفوا مشاهده قناه شوف تي في، اليد على اليد، الراس على الراس، الكتف على الكتف، ما بغاش يفرط فيها. كيقول لك والو، هي ما كتشوفش انا عينيها، هي ما كتنوضش انا رجليها، هي ما كتسمعش انا ودنيها، انا فمها، انا نيفها، انا الاحساس ديالها. فلحدود اللحظه مشاهده قناه شوف تي في، هذا السيد كيدير غير العكاز، هانتو شوف هالعكاز، مشاهده قناه شوف تي في، هالعكاز كيف ما كنشوفوا. هذا السيد كيتمشى بصعوبه، بشويه بشويه، على الاقل انه غير يدور باش يروف على راسه ويروف على الزوجه ديالو، باش انه غير يدور، ما خاصو حتى شي حاجه، كيقول لك غير باش بغيت، غير باش نعيش حتى نموت، هذا هو الحلم ديال هذا السيد. كيقول لك باغي غير باش نعيش حتى نموت، ما باغي حتى شي حاجه، ما طالب حتى شي حاجه، باغي غير ما ياكل. فمشاهد قناه شوف تي في هو عنده هذه الغرفه اللي كاريها، ماشي ديالو، كاريها، عنده الوراق ديال الماء وديال الضوء. شحال من شهر؟ من شهر 8 وشهر 7 وشهر 6، يعني 3 شهور، شهر 6 وشهر 7 وشهر 8 مازال ما مخلصينش، باغي اللي يخلصهم ليهم. فهاد الناس ما كيطالبوا بحتى شي حاجه سوى انهم كيطالبوا باش يعيشوا. الشريف، نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. واخا هبط هاد العكاز شويه شويه عليك، لاباس عليك؟ وشويه وليدي، راه فيا السكر واحد الله، مريض بالصدر 6 شهور وانا تنداوي على الصدر، ودابا فيا السكر الفني اللي راكم تشوفوه اللي تندير، وكنت معلم حجام بحانوتي، وجات الحبوس ريبوا لنا في الشارع الحسن تاني المحل، وقالوا لنا عطونا وعود باش يعطيونا، ما عطونا شاي، وتحجمت ما فيها لا نتريت لا والو، هما داو لي الحانوت وانا بقيت جالس. راه 30 عام هادي وانا تنمشي غا عند الحباب اللي تنعرف، صحابي ما نعرف لا نسعى ولا ندير حتى شي حاجه. الولد اللي عندي مسكين حتى هو ما فحالوش خدام، غا طالب معاشو، ما فحالو شي، ومجوبو جوب وليداتو وما تنحكوش،
وانا عايش غير بالقدره ديال السيد ربي على قبل هذه السيده، ما بغيتش نفرط فيها. يقول لا عطا الله هذا، انا ما بغيت حتى شي حاجه سيدي، بغيت غير باش نعيد تنموت. والله يجيب لي يكون معنا واحد السيده الله يجازيها بخير، هي اللي كانت وقفت معايا وهي اللي عيطت لهاد الناس. ولا عطا الله هذا، ما بقات عندي صحه باش نخدم ولا باش ندير يدي، راه عواجو. شكون اللي غادي تمشي في هاد السن يخدمك معاه في تحت الجامت؟ راه تاع الدامت هي ماشي تحت الجامت، نهار الاخر ما تلقى الا ما درتي شي حاجه من بكري ما كاينش. ولا عطا الله هذا. واخا كيفاش كدير بالنسبه للسيده اللي هي كبيره في السن وما كتشوفش وما كتسمعش مزيان وما كتمشاش؟ يعني كيفاش كدير مع الحياه ديالها وهي كتبغي تمشي للحمام، كتبغي تنوض للطواليت؟ انا داير جبت لها كريسه من مراكش، عطاوها لي الله يجازيهم بخير هذوك الناس المحسنين اللي تم، وجبتها لها تنديها للحمام وتنعطي شي بركه لواحد السيده تتحك ليها وتغسل ليها، ونبقى نتسناها حتى يكملوا ليها ونجيبها للدار ثاني. وهذا الشيء اللي تندير، ما تيجي عندي حد اللي يديها ولا انا اللي تنديها وانا اللي تنجيبها. وملي تنفيق الصباح تنفطر نغسل ليها ونفطرها، عاد نخرج عند الحباب اللي تنعرف، ما نمشيش من ولا نمد لي هديه، تنمشي عند الناس اللي كانوا يحسنوا عندي بكري وتعرفوني كنت بصالوني وكنت كذا، كنت بخير والحمد لله على ما عطانا. نقولوا التنايا وراه طاح عليا الضيم دابا، ولكن الحمد لله على ما عطانا، نحمد ربي ونشكره. والله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. واخا الشريف، وبالنسبه للدار هنايا يعني شكون اللي كيصب لها حويجاتها؟ شكون اللي كيطيب لها الماكله ما تاكل؟ طياب تنطيب انا، وحويجاتها الجيران اللي ساكنين هنايا الله يجازيهم بخير، هما اللي تيصبنوا لها مره مره. ولا جات هاد السيده مولات الدار تتصبنهم لها في ديك الماكينه ديالها، صافي مره مره تتجي مسكينه تصبن لها وكل شيء وتمشي في حالاتها. وهادشي اللي عطا الله. اما الطياب تنطيب الصباح ديك البركه ديك الخضيره ولا كذا اللي كتب الله تنطيبو، ونخرج نجيب لها شي حاجه اللي خاصني سكيكير ولا اتاي ولا سمو. شوف تليفون على وعسى انه يكون شي محسن كيتصل بك، يلحقاش حنا درنا الرقم تليفون ديالك، كنتمنوا ان شي واحد يعيط لك. فمشاهده قناه شوف تي في، هاد الناس صراحه في امس الحاجه اننا نوقفوا معاهم ونمدوا لهم يد المساعده. فالسيد ما طالب حتى شي حاجه سوى انه كيقول لك بغيت غير ما ناكل حتى نموت. اسمع، مازال باقي الخير في المغاربه، مازال باقي الخير في خوتنا المغاربه، ناس ديال الجود، ناس ديال الكرم، ناس ديال العطاء. مازال شي واحد ما عيط ليه باش يمد ليه هذه المساعده، وهذا هو الدور ديالنا حنا كاعلام، اعلام الميدان، هذا هو الدور ديالنا اننا نوصلوا الصوت ديال هذه الفئه، الناس اللي في امس الحاجه. فالله يجازيكم بخير، وتهاد السيد هذا اللي تصل الله يجازيه بخير، والله يرحم ليه الوالدين عبر قناه شوف تي في، الله يرحم ليه الوالدين انه تصل. مازال الخير في المغاربه. حنا درنا هذا اللايف، هذا لايف مباشر. نخلص لك هذاك الضو. شنو قال لك؟ قال لك غادي نجي نخلص لك هذاك الضو، قال لي وريني فين كاينه الدار. قلت له ودي راه في الدرب ندريس حدا الفورماسيون ديال بوشتيه، هذيك الزنقه اللي قدامه راني تما في هذيك الزنقه، غادخل مع هذيك الدريبه. قال لي سولته الى دار مولاي. شنو تقول ليه وانت عبر القناه شوف تيفي؟ السيد هذا الله يجازيه بخير، الله يكرمه له اللي خصه وان شاء الله. بغيت سيد ربي داك الشيء اللي هو يلقاه، كيما عاوني الله يجعل سيد ربي عينه ولهلاه يخطي صحته. ولا عطا الله. وتا حنا مشاهده قناه شوف تي في عبر قناه شوف تي في قناه الشعب، فكنقول لهذا السيد اللي اتصلوا، مازال الناس اللي غيتصلوا الله يجازيهم بخير، الله يرحم الوالدين، الله يجعلها في ميزان الحسنات ديالهم جميعا. فهاد الناس جوج الناس مسنين كيف ما كنشوفوا، الكبار والكبير هو الله. السيد في عمره 88 عام، السيده في عمرها 75 سنه، يعني حاطين الراس على الراس. يعني نعم ما تتحركش مسكينه، يعني الا ما نوضت، الا ما نوضتها انايا وكلتها ما تاكلش، الا ما غسلت ليها ما تغسلش. ايوا كانت تنوض مسكينه للكابينه، حيت حفظت دابا هذه الكابينه ديالها تنوض دابا. لا كل شيء راك شتي، راه داير ليها بانيو هنا، كل شيء هنايا، وانا اللي تمشي نغسل داكشي. واخا الشريف، بالنسبه لايجي واحد النهار اللي ما تلقى فيه حتى شي حاجه ما تاكل، شنو كدير وباش كتحس في ديك اللحظه؟ ايوا واش نقول لك، تنقول الحمد لله على ما عطانا، كلشي ديال الله تعالى، السماء تتكسى وتعرى، اللي عطى الله هو هذا.
دوزنا فلوس ودوزنا كورة ودوزنا ودوزنا. أنا راه جيت الجديدة غنلعب بالكورة، راه 70 عام هادي وأنا في الجديدة، جيت 57 كنت نلعب مع هذيك الفرقة ديال البريد وكذا، وجيت لهنايا وكاع دوك اللي لعبوا معايا الله يرحمهم نصارى ويهود هنا في الجديدة، كلشي مشى عند الله. نينيو فيكتور فهمتيني، ولا شاتيو، شحال ديال اللعابه اش نقول لك، وفي مراكش شحال مع من لعبت مع ابو معزه مع كريم الله يرحمه، مولاي الحسن الله يرحمه، وكلهم مشاو عند الله. وحتى انا راني غادي نمشي واحد النهار، ولكن اش غادي نقول لك، الله يطولنا في عمرك اسي. امين اخويا. بغيت انا غير واحد المعلومه، واش الا خلينا نشوف تي في وبغينا نبارطاجيوها معكم. كيف ما قلتي لي قبل ما نبداو هذا اللايف، قلتي لي بان هذه السيده اللي مزوج بها دابا هي خت المدام ديالك. المدام ديالك كنتي مزوج بها، توفاش تزوجتي بختها؟ زوج بها، هي اللي كبرت لي هذوك البنات اللي ماتوا لي، لا بشرى هذيك ولا سكوينه. هي اللي كبرت بناتي، هي مسكينه ما عمرها ولدت، غير ولد خو. ماتوا ماتوا شحال هذا؟ ماتوا جوج، وحده مات خلات ثلاثه الوليدات مع باهم في مراكش، راهم في مراكش. وما تيجي عندي حد اش نقول لك. وهذه اخت المدام عندك؟ هذه اخت المدام وخديتها هي. خديتها دابا 34 36 عام باش خديتها هذه. وهذيك قلت 73 عام هذه. توفات الله يرحمها. تاهي توفات، راه هي اللي هدايا. وراك شتيني هذاك التونيره ديال الكره اللي مصور بيتهم، وشتي الشعر كي كان وفورمه كي كانت، وديهم الله. الحمد لله. الحمد ربي الله يطولنا في عمرك. امين اخويا. وكنتمنى ان الناس المغاربه انهم يتعاونوا معاك ويمدوا لك يد المساعده. صراحه القصه ديالك مؤثره. وانت ما كطالب حتى شي حاجه سوى انك طالب كتقول غير بغيت غير ما ناكل وما نعيش حتى نموت. ما الحمد لله، ما خصنا حتى خير الا الصحيحه وباش نعيشوا. والله يجازيهم بخير كاع اللي دار معنا شي حاجه، الله اللي غادي يخلصوا. انا ما عندي باش نخلص، ربي اللي غادي يخلصهم، والهليت اللي هم بحالي. ولا حتى الله هو. دابا السيده ما كتسمعش مسكينه مزيان. ما تسمعش بزاف وما تتشوفش. وركابي ما تزيد غير من هنا ليه، خاصها تقعد. وخاصها دواياش، خاصها. راه الدواء راه دابا كل ساعه نشري ليها الدواء، هاد الفرماسيان ديما تنمشي نطلق من عندهم الدواء، هاد ديال بوشتيه. كل ساعه نمشي نجيب لها هذاك الدواء ديال الستر، هذا واحد الباكيه تما ديالها. واش غادي نديروا؟ الناس عارفوني ما تيخسروا ليش، الله يجازيهم بخير. نهار ترجم هذيك البركه نديها لهم. واش غادي نديروا؟ طبيعة الحال هذه القصة ديال نعم، بغيتي تقول لي شي حاجة. وأنا راني تنمشي غاد لسمو المستشفى ديال الحومة، تنجيب هذاك الفني ديال السبيطار ديال الحومة. أييه، وجاو إلا جاب الله مشيت عند الطبيب معاها، تنقول لها ودي أنا هدرني وهدرني مع اليدين كلهم ماتوا عليا هادو، ما كنت نلعب الكرة وداك الشيء كاع، فهمتيني؟ تعطيني مسكين شي ورقه، جيت ونشريهم لي انايا، نشري مره نخلص بشويه بشويه. ولا عطا الله هو هذا وليدي. الحمد لله. فمشاهدة قناة شوف تي في، صراحه هذه القصه ديال هذا السيد اللي هو السيده، فكنتمنى ان المغاربه انهم يتعاونوا معاهم ويمدوا لهم يد المساعده. هما كارين غير هذا البيت، فالسيده مولات الدار كتقول لهم انهم ما تخلصوش ليا الكره، خلصوا غير الماء والضو اللي تخلصوا. فهاد السيده هادي حتى هي الله يجازيها بخير، الله يرحم ليها الوالدين اللي تعاونات مع هاد الناس ومدات لهم يد المساعده. بطبيعه الحال كيقول لي راه كيذكرني، كيقول لي ان السيده هي اللي جابت لهم التلفازه، دور لينا تماك. هاد السيده هي اللي جابت لهم التلفازه، وهاد السيده راه مخليه لهم حتى الثلاجه. اجي معايا، اجي معايا. هاد السيده راه مخليه لهم حتى الثلاجه كيف ما كنشوف. هاد السيده ساكنه في هاد البيت هذا، خلات لهم حتى الثلاجه، خلات لهم الفيترينا، خلات لهم المعنات، قالت لهم خذوا تصرفوا كيف ما بغيتوا. شوف، وعطاتهم هذا البيت فين ساكنين هاد الناس، هادو عطاتهم هذا البيت فين ساكنين هاد الناس كيف ما كنشوفوا، لا حنين لا رحيم الا ربي، الا ربي كيف ما كيقول لي. واخا كلمه اخيره اللي توجهها لخوتك المغاربه، شنو تقول لهم؟ اش غادي نقول لهم؟ الله يجازيهم بخير كاع اللي حن فيا، الله يجعل صدر ربي حن فيه، لان انا هاد السيده قلت على راسي غتقتلني ولا قتلها، غنمشي انا الله ولا هي، لان ما عندي حتى حد، والخدمه ديالي اللي كنت فيها ما فيها لا نتريت لا حتى شي حاجه. نهار قعدت تخصني
وما نعرف لا نسعى ولا ندير حتى حاجه، ولا عطى الله وهذا. وهاد الناس اللي دار معايا شي حاجه الله يجازيه بخير، ربي اللي غادي يخلصو، الله يجازيه بخير، الله يجعل صدر ربي يحيد عليه البلا، والله يعاونه على وليداتو، والله يصلح ليه الوليدات. هاد السيد اللي بغى يخلص لي يدو ولا هيت لي يدرك، الله يجعل صدر ربي يعينو، ولا عطى الله وهذا وليدي. شي اذا انا شفتي به صراحه، انا كنشوف السيد كيبكي قدامكم، يعني كبير والكبيره والله 88 سنه، لا حنين لا رحيم سوى الله. وخوتو المغاربه انهم يعيطوا ليه وتعاونوا معاه ويمدوا ليه يد المساعده. قول لنا الرقم ديالك. 06 06 79 11 10 80 في الاخر عيد علي احمد. واخا عاودينا الرقم بشويه بشويه عليك. 06 سبعة 79 11 10 80. واخا هذا هو الرقم التليفون ديال هذا السيد. الناس اللي بغاو يعيطوا ليه يجيو عنده يطالعوا على الحاله ديالو، يدخلوا للدار يتواصلوا معاه مباشره. هذا هو الرقم التليفون ديالو. مشاهدينا قناه شوف تي في، غادي نختموا هذا البث المباشر، نتلاقاو في بث مباشر واحد اخر. الى ذلك الحين كنقول لكم دمتم ودمنا في رعايه الله، والى اللقاء. الله يجعلها في ميزان الحسنات ديالنا جميعا. السلام عليكم.